رح ننتقل هلا لحتى نكون مع مايا بحلقه اليوم عم تتناول فيها موضوع مواكبه المراهقين ذوي الاحتياجات الخاصه مع ضيفتها ببيت بيوت. صباح الخير لكل المشاهدين. ضمن الحلقات يلي عم خصصها للأولاد ذوي الاحتياجات الخاصة، حبيت أحكي اليوم عن المراهقين وعن بداية سن الرشد لحتى فرجي فعلا أنه هالأشخاص وقتها منكون واكبناهم مثل ما لازم من سنوات الطفولة ضمن مركز متخصص ضمن مدارس متخصصة شو قادرين يعطونا. الهدف بالنهاية أنه يوصلوا أنه يكون عندهم مهنة، يكون عندهم شغل وعمل، وبالتحديد هو عمل يدوي. فإذا هون نقاط القوة اللي نحن قادرين ننميها بشكل خاص عند هول الأولاد، وطبعا في نقاط قوة تانية بس بحسب حالة كل ولد. فاليوم حلقتي رح تكون عن هالشريحة من العمر، تفرجي شوي انه بالنهاية كل الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة قادرين يلمعوا بأماكن بحسب قدراتهم. رح نتابع هالروبورتاج اللي محضرينه، رح نتابع هالصور اللي محضرينه، رح نتابع أهم شيء شو الأمور يدويا يلي بيقدروا يعملوها، وطبعا الخلفية العلمية لهالأمور يلي بتتم متابعتها من قبل الأخصائيين. فتابعونا بهالحلقة. نحن بالقسم المهني شباب والصبايا أعمارهم من 20 سنة وما فوق، ببلشوا نهارهم بيفوتوا على صفوف، على 5 صفوف بيدرسوا فيه بصفوفهم، بيدرسوا كيفية التعامل بالمصاري، البيع والشراء، إضافة للوقت كيف بيعرفوا يقروا الساعة وكيف بينظموا جدولهم الزمني هن موجودين بالمدرسة ينطلقوا يقدروا يربطوا الوقت بالنشاطات اللي هن عندهم إياها، إضافة لأمور فنية كتيرة مثل الرسم والدراما والموسيقى. على بعدين على الساعة 9 تقريبا بيتوزعوا على المشاغل، لأنه نحن بالمؤسسة عندنا حوالي 13 مشغل، عندنا منهم مشغل الشمع، مشغل الويفينج، الفلت، الخياطة، البيكري، في عنا الانيمال كير، الزراعة، الموزايك والكلي، إضافة للنحل والنحاس والخرز. بفوتوا الشباب والصبايا على هذه المشاغل، هن من أعمار مختلفة
وقدرات مختلفة وحالات مختلفة، لأنه بس يقدروا يشتغلوا مع بعضهم بيكتسبوا مواهب وبيكتسبوا كيف طريقة التعليم من خلال الشغل ضمن المجموعة. نحن البروجرام تبعنا بالستاب توجذر هنا أنه في عنا 3 سنين تمرين، يلي هي بخلالها 3 سنين أي شاب وصبية بيقطعوا على خلال السنة بيقطعوا على حوالي 3 أو 4 مشاغل. منشان هيك بآخر 3 سنين من بعد ما يقطعوا على أكبر عدد من المشاغل بنقدر نحن وياهم مع الأهل مع الأشخاص اللي تدربوهم نقدر ناخد فكرة هن وين حبوا أنه يشتغلوا وين قدراتهم بيّنت وقويت أكتر تيقدروا يكونوا productive أكتر وين هن بيحبوا يشتغلوا حتى بالآخر يتخرجوا ويكونوا أشخاص قادرين أنه ينجوا ضمن هيدا المشغل. والأشخاص اللي ما قدروا أنه يخلصوا كل مراحل العمل بيضل كمان بيتخرجوا بس بيشتغلوا ضمن مجموعة مثل ما سبق قلت. يعني مش أنه بيكون عندهم تعليمات أنتوا بتوجهوا لهم إياهم من الأول أنه محضرين لهم الماتريال كمان هن بدهم يتعلموا يحضروا الماتريال بدهم يشتغلوا فيه. هيدا أكيد هيدا جهوزية العمل بتفوت بس نبلش نشتغل ضمن المشاغل يلي هي جهوزية العمل. يعني هو أول ما بيفوت بيكون أكيد كل الغراض مطرحة كل الشاب وصبية هن بدهم يتعودوا أنه هن يحضروا غراضهم يلي هن خاصهم فيها يلي خاصة بمراحل العمل يلي ممكن انه هن يطبقوها خلال الحصة طبعا خلال النهار. من هون منشتغل على الاستقلالية لكل شاب وصبية لانه بالمجتمع في عنا نظرة خاطئة يلي هي بتقول انه الاشخاص اللي عندهم حاجات خاصة ما بيقدروا يكونوا منتجين او ما عندهم قدرات، بس نحن ضمن الشغل تبعنا معهم ننبسط ونتفاجأ كتير بقدراتهم بالقدرات اللي عندهم ياهم وبالطرق يلي هن ممكن انه يكتسبوا المعلومات بيعلمونا كيف ممكن انه نحن نعلمهم لانه هن عندهم دور مثلهم مثل غيرهم وهن فرد طبعاً. من هيدول طيب خبرينا شوي اكيد بتواجه اوقات مشاكل يعني بمعنى انه اوقات قدرات الحركية بتكون منها كافية لحتى فعلا لصناعة هالشمعة او لأي شيء تاني عم يعملوه كمان ان كان بمشغل النسيج ان كان بالخبز والى اخره. اكيد هون التاسك او العمل اللي بتعطوه لكل شخص بيختلف حسب قدراته بس من منطلق خبرتك ومن منطلق اختصاصك كيف تلاقي انه هالموضوع او هالنشاطات بيساعدوا كمان لتنمية القدرات الحركية واكيد الذهنية وانما كمان القدرات الحركية بشكل خاص؟ اكيد التاسك اللي بتعطيه لكل شاب وصبية اكيد بيكون اول فترة في اسسمنت في وقت حتى نقدر نكتشف هو شو بيقدر يعمل نوع من التقييم نعرف هو شو لانه اكيد باول فترة ما بيكونوا بيعرفوا يشتغلوا كتير لانه كل شيء جديد بالنسبة لهم. نحن بهذا العمر عادة معودين على الكتب على انه حدا يكتب ويدرس بس مش اكتر من انه يشتغل. الشغل اليدوي كتير صعب ليه لانه نحن ما في عنا كتب نقدر نشتغل مراجع. فيها او مراجع حتى نقدر نعطيهم الطريقة. وهون اللي قلنا انه هن اوقات بخلال كيف عم بتعلميهم بتكتشفي طرق جديدة اوقات ما بتكون بتعرفيها هي الخبرة بتعلمك ان اوقات تكتشفي طرق جديدة. هلأ بالنسبة للي عنده ضعف بالناحية الحسية كيف بنشتغل عليها؟ نحن بنشتغل ضمن الصور تنشتغل معهم بنعطيهم اكزرسيزات معينة حتى يتقدم حتى يتطور اكتر. ومثل ما قلت لك بنقسم المراحل العمل بنقسم الشغل حسب القدرات لانه الهدف تبعنا انه هو بالنهاية يكون مرتاح ومبسوط وقادر انه يشتغل. اكيد اكيد. طيب الهدف شو هو؟ اذا ام عم تسالك اليوم عم تقلك اوكي انا رح اجيب بنتي او ابني رح يبلشوا بهيدا المشاغل، كيف بدي اشوف ابني او بنتي بعد 5-6 سنين بعد انه شو الهدف؟ شو الهدف هيك بشكل ملموس اللي بتوصليه للام؟ يعني هالحلم اللي الام عم بتعيشه يلي حابه تقشعه؟ مثل ما قلت لك نحن بفترة التدريب يلي بيكونوا فيها شباب والصبايا بيكتسبوا مهارات كتيرة هون هذا يلي بيخولهم انه يكونوا منتجين اكتر. هون الاشياء كل البرودكتس اللي بيشتغلوها بيكونوا هن فرحانين وبيروحوا بيخبروا اهلهم فيها، وكمان وقتها بيكون في عنا بازار بيروحوا هن واهلهم واصحابهم تيفرجوا هن شو اشتغلوا. اضافة للمدرسة البازار اللي بنعمله بعدة مطارح ما بتتخيل قد ايه بتكون فرحتهم وقتها بيقولوا نحن اشتغلنا يعني بيشوفوا عمل هن فبركوا هن اشتغلوا هن اللي عملوه وهيدا الشيء كتير بيفرحهم وكتير بيعطيهم ثقة بحالهم لانه نحن الهدف تبعنا انه هن يكونوا مبسوطين ونوصلهم على الاستقلالية اللي بتعطيهم ثقة بالنفس لأنه عندهم قدرات لو كانت مختلفة بس عندهم قدراته بيقدروا يوصلوا مع الوقت بياخدوا شوية وقت بس بيقدروا يوصلوا. والتبعية رح تعب الأهل كمان أكيد إذا ما اكتسبوا الاستقلالية تبعيتهم على كل الأصعدة للأهل مش بس رح تعبهم لإلهم
ورح تضويلهم على اختلافهم عن غيرهم بشكل خاطئ، انما رح تعب اهلهم كمان بفتكر. صح، منشان هيك نحن ضمن مثل ما قلت لك ضمن الصفوف بيكونوا من عده حالات، يعني الاهل وقتها بيشوفوا اولادهم بوضع مع حاله تانية وبيشوفوا قديش عنده قدرات وغيره عنده قدرات، هيدي الشغله كمان بتريح الاهل وبتريح الشاب والصبي يعني. لانه هن بيقدروا يشتغلوا، بيقدروا يعطوا كثير اشياء، بس نحن بدنا نعطيهم هيدي الفرصه. تمام، يعطيك العافيه. بعرف انه الشغل هالنوع من الشغل منه ابدا سهل مثل ما قلتي، يعني منه قصه انه نعلم بالكتاب او نعلم كيف بيكتبوا كيف يمسكوا القلم، يعني هي شغله كمان بدها افور من هالمدرب المتخصص ومن هالشخص المسؤول انه هو يقدر انه بالفعل يركبهم مثل ما لازم ويمشي حسب قدراتهم. هذا اهم شيء، انه دقه الملاحظه عندك وعند اكيد كل الاكيب انه تمشوا بحسب قدراتهم. يعطيك العافيه كثير. أكيد أنه الدخول للمجتمع الكبير والتعامل مع الأشخاص إن كان من الناحية المادية أو من ناحية التواصل الاجتماعي منه أبداً أمر سهل، واللي شفناه مشاهدينا أنه ضمن هالمشاغل بالتدريب يلي بيتم لهالأولاد نحن عم نحضرهم لدخولهم لهالمجتمع الكبير، عم نحضرهم أنه يشوفوا حالهم، يقشعوا حالهم كأشخاص منتجين ويفرجوا الأشخاص اللي حواليهم أنه هم منتجين. وكمان يعني نقطة كتير مهمة أنه يفتخروا بحالهم وما يخلوا الأشخاص التانيين يستخفوا بإنتاجهم، فإذا هم نكون عم ندربهم لدخولهم لهالمجتمع الكبير. أنا بودعكم هلا وبشوفكم بحلقة جديدة على الرد. الكب كيكس ظهروا اللي بقلبهم فواكه مجففه، انا عارفه هذا الشيء من دون ما اتطلع لانه ريحتهم طالعه لهون وكثير حلوه، بس هلا رح نكفي بالاطباق اللي كلها سمك مع شيف حسين ورشه ملح. صباح الخير من جديد للمشاهدين، انا هلا هون بلشت بالسمك، بلشت تبل السمك بالبهارات، طبعا قلتهم طحين وبدي اشويهم، لكن عندي فيليه سمك هامور، فيليه سمك هامور عم شيل شوي من كعبه طبعا لحتى ظبطها بهالشكل، اوكي؟ لكن هاي حبه الفيليه سمك، انا الفيليه سمك مشاهدينا رح استعمل الفيليه سمك للبرياني، وايضا رح استعمل الفيليه سمك كمان لسلطه السمك والتفاح. طيب مثل ما عم نشوف كيف عم بقطعهم، رح هلا احط لهم من البهارات الكمون، كزبره يابسه، زنجبيل، ايضا رح احط بابريكا، عقدة صفرة، رح تبلهم بهالبهارات وايضا التوابل الشهية مثل ما عم نشوف هول السمكات. اوكي طيب، هول لكان السمكات صاروا جاهزين عنا. بيجي شو بدي اعمل؟ بيجي هاي المقادير عم نشوفها قدامنا على الشاشة، بدي استعين بالبهارات، لكن مثل ما خبرتكم عندي البهارات، اول شيء عندي عقدي صفرة، عندي كمان بابريكا، عندي كمون، عندي كزبرة يابسة، ايضا عندي ملح، وعندي زنجبيل. بضيف لهم زيت الزيتون مثل ما عم نشوف وبخلطهم مع بعض، لكن هون انا مثل ما عم بتشوفوا كيف عم بخلط هالتوابل مع السمك بهالشكل هيدا لحتى كل السمكات تاخد من بعض طبعا البهارات. هون ما خلصنا، هون رح اجي شو اعمل، لكن هون نحن مشاهدينا بعد ما تبلتهم رح اجي للجريل. عندي الجريل قدامي، رح احط زيت زيتون، لكن
مثل ما عم نشوف. رح احط من زيت الزيتون بهالشكل، ورح جيب السمك شوي هون على الجريل. بس طبعا بالاول بدي لطهم طحين لحتى ما يتكسروا ويتفرفطوا معي، فبستعين بالطحين. بجي لهون عندي الطحينات، بلطها بهالشكل بالطحين، لكن لطيتها بهالشكل مثل ما عم نشوف، وبحطها ايضا على الجريل لاشويها. كمان هون مشاهدينا بكرر العملية، لكن السمكات هون عم بستعملهم للبرياني وايضا لسلطة السمك والتفاح. البرياني انا رح احط طنجرة على النار، طبعا رح احط بالطنجرة زيت زيتون، رح بلش بتقلية البصلة، ايضا رح نقلي كمان من الكزبرة الحب، رح اقلي كمان مشاهدينا كمون حب، رح اقلي معهم بندورة، الرزات هون مشاهدينا الرزات سلقتهم كمان ثلاث ارباع سلقة، صاروا جاهزين عندي الرزات. طبعا سلقتهم حطيت مي زيت نباتي، وايضا حطينا رشة ملح، وحني بالمصفية ناطرهم لحتى طبعا يصفوا. لكن بعد عندي هالحبة كمان بهالشكل بنحطها، اوكي. لكن طيب هول السمكات صاروا على النار، انا مثل ما خبرتكم رح احط هلا بطنجره على النار، رح احط بصله قليها بزيت زيتون مع البندوره مع البهارات، طبعا البهارات الباقيين يعني اللي حطيتهم هلا للسمكه اللي هن الكمون، الكزبره اليابسه، مع البابريكا العقدي صفرة، بحطهم انا وياكم باخر فقرتين هلا بالعوده لالكيدا. شكرا شيف، رح نتابع محطاتنا بعد لحظات مع ضيفنا بالستوديو، خليكن معنا.